بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدء كل خير ورأس كل أمر ذي بال. بسمك اللهم نمضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على هذا الطريق. اللهم ارزقنا دائما علما ننتفع به، فجميل دائما أن نعبد الله على علم، والله نسأل دائما أن يرزقنا الإخلاص. أهلا بكم في مستهل هذه الحلقة من فتاوى الناس. نستكمل اليوم الحديث عن صلاة الجمعة، وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: هل تحرص على الامتناع عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ ومعنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مولانا أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم مولانا. ونحن لا زال الحديث متصلا عن يوم الجمعة، خطبة الجمعة، الأثر الكبير اللي بتتركه خطبة الجمعة عشان نبدأ أسبوع جديد، حياة جديدة، لحظة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى ومع الناس. دور خطبة الجمعة، دور الخطيب اللي بيرتقي منبر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان والمكانة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هقبل من حضرتك ان مكان ومكانة مع بعض، لان مكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدها شيء من هذه الأشياء، إذ مكانته لا يعلمها إلا خالقه سبحانه وتعالى. الله. ما فيش حد من البشر يعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، ولا حد من المخلوقين، إنما يعلمه ربه عز وجل. لذلك كان متفردا، المتفرد دايما، المتميز عنده حاجات مش عند التانيين. فاللي مش عندهم الحاجات دي ازاي هيعرفوا مكانة سيدنا النبي؟ مش عندهم الله. ومن ثم لا يعرفه الا خالقه سبحانه وتعالى. فدي مكان سيدنا النبي المنبر. اما مكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فدي حاجة عالية لا يحدها منبر ولا مسجد ولا غيره. صلى الله عليه وسلم. الخطبة حضرتك يكفي في يوم الجمعة ان لو جينا كده في سور القرآن، في سورة اسمها سورة الجمعة، واهتم القرآن وجاء ذكر صلاة الجمعة فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهنا لما يجي وينص عليها بالذات صلاة الجمعة، مش هتلاقي في صلاة جت كده إلا يمكن صلاة الفجر وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. من عاوز الناس تقف وتبص في القرآن وتعرف الصلوات المنصوص عليها، فلما قال إن قرآن الفجر كان مشهودا دي مهم لصلاة الفجر. لما يجي يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، صلاة العصر مهمة. لما يجي هنا عن صلاة الجمعة، صلاة الجمعة مهمة. لذلك قالوا إيه؟ قالوا هي الصلاة الوسطى. أني صلاة؟ قالوا يا إما الفجر يا إما العصر. طب وصلاة الجمعة دي مخصوصة لوحدها. خطبة لذلك ميز يوم الجمعة بخطبة الجمعة، وكانت الصلاة فيه ركعتين مع الجمعة، مع الخطبة، كأن الخطبة دي هي بيقولوا بدل الركعتين. فايدتها ايه؟ انا عاوزك تقيس مقدار لما ناخد ركعتين من الجمعة بدل ما هم اربعة نخليهم اتنين، يعني كأن الخطبة مناجاة ايضا لله عز وجل، ولكن فيها شيء من التعليم. عاوز يقول لنا انا بعلمكم القرآن في الاربع ركعات وفي غيره في الركعتين الاولانيين، فممكن في الصلاة الجارية يعلمنا في الجمعة بقى قال هعلمكم. شوف صلاة الظهر سرية، صلاة الجمعة الركعتين جهرية، يبقى عاوز يعلمنا القرآن، وقال قبل القرآن هعلمكم الخطبة، هعلمكم يعني اديكم نصائح، اديكم ارشادات، اديكم اوامر، اعرفكم النواهي. ده الغرض من خطبة الجمعة، ان نعلم كيف نتعامل مع الله، كيف نتعامل مع انفسنا، كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع الخلق جميعا. ده المقصود من خطبة الجمعة. وانا هنا بادعو في هذا الوقت في هذه الحلقة ان احنا ياريت نهتم في خطبة الجمعة. الناس فاكرة حضرتك ان العبادات او ان التقرب الى الله يقوم بالعبادات وحدها، فنيجي في خطبة الجمعة ممكن نتكلم عن، يكلمك ممكن عن التقوى وده شيء جميل، يكلمك عن الصلاة وده شيء جميل، عن الصيام شيء جميل، ولكن انا بقول عاوزين نتكلم عن منظومة القيم والاخلاق. ياريت كل جمعة عاوزين نرسخ وده تبقى ورشة عمل، كل جمعة نتكلم عن قيمة، القيمة دي الخطيب يقول لهم معناها، فايد الفايدة بتاعتها، الاجر بتاع عند الله،
وازاي نعملها، وده المهم بقى، ازاي نعملها القيمة دي، زي قيمة الصدق مثلا، او الامانة، او الشجاعة، او الوفاء، او العفو، او الحب، او الرحمة. يعرفهم كل قيمة الفضل بتاعها ويجيب الآيات القرآن والسنة، بس اهم شيء فيها يعلمهم ازاي فايدة هذه القيمة في حياتنا، ثم بعد ذلك كيف أتربى على هذه القيمة، لأن إحنا عندنا عوز شديد وحاجة شديدة الآن في منظومة القيم والأخلاق. الأخلاق بعافية شوية زي ما بيقولوا، فعاوزين نرجعها تاني بعافيتها كلها للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية، اللي هي اللي بيشملها كلها الأخلاق والقيم، اللي هي في الخطبة عاوزين نعملها دي حضرتك، اللي بيشملها حاجة واحدة بس، كله يتفرع من اللي هي الرحمة. لذلك كانت وظيفة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طالما أن وظيفة سيدنا النبي وهو العبد الأول الكامل المكمل، تعرف أن أي صفة تندرج تحت الرحمة. أنت لا تعفو إلا إذا كنت رحيما، وأنت لا تكون شجاعا إلا إذا كنت رحيما، لأنك هتكون شجاع قوي، مش هتيجي على الضعيف وتضربه، نبيل، نبيل، فارس نبيل. يبقى تحول الشجاعة ليس إلى غشومية زي ما بيقولوا، ليس إلى ظلم، وإنما تحولها إلى نبل. الرحمة بتخش في أي صفة حتى لو في صفات القوة، تحولها إلى شيء من الجمال. خطبة الجمعة عاوزينها كده، ياريت كل جمعة وإحنا بنتكلم أهو وبنوجه إن كل جمعة نتكلم عن قيمة شوية، نتكلم كده كم جمعة وبس، قيمة فاعلة في قيم مشتركة بين البشرية كلها، ياريت نرسخها عند الجميع. بس أهم شيء فيها إزاي أتخلق بهذه القيمة، ويكون الخطيب اللي بيخطب أو العالم اللي بيتكلم متحقق بها، عشان القدوة أهم حاجة في هذا الموضوع. ده فايدة خطبة الجمعة، أن نعلم الناس، أن نربي الناس، أن نعلمهم كيف يعيشون متصافحين، وكيف يعيشون متحابين مع الناس جميعا، مسلمين وغير مسلمين. يعني أن تكون أو أن يكون دورك سيد الخطيب، سيد الإمام، سيد الشيخ، في أن تنقي وتصفي هذه النفوس لتصلي في البداية، ثم تنطلق إلى هذه الحياة في أدب وخلق رفيع في هذه الحياة، لتكون نموذجا لهذا المسلم أو ذاك. معي مولانا، اسمح لي، تليفونات لأستاذ نرمين من القاهرة. أستاذ نرمين أهلا بك. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حضرتك يا أستاذ حسن، وفي بك شيخنا الجليل الدكتور مجدي. معليش حضرتك، أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول بالنسبة لحكم المواريث، طبعا لو في رجل أو امرأة توفت وعندها بنات أكثر من بنت، فدول ليهم الثلث من الثلثين من الميراث. الثلث اللي فاضل حضرتك، وهي ليها إخوات ذكور وإناث، فهل الذكور والإناث يرثوا في هذا الثلث برضو للرجل مثل حظ الأنثيين، ولا بس الرجال بس اللي بيورثوا؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني حضرتك، طبعا حضرتك عارف أن الشباب الأيام ديت بيسمعوا من النت ومن حاجات كده أحاديث كتيرة، وفي حاجات مغلوطة وبتاع، فأنا كنت ليا طلب أن احنا عايزين موقع تبع للأزهر. طبعا في مواقع أخرى على النت، لكن احنا عايزين موقع نثق فيه من الأزهر في رأيه الوسطي والرأي اللي احنا بنثق فيه، أن احنا نتأكد من صحة الحديث، إن كان الحديث صحيح أو الحديث ضعيف أو كده. يعني لو كده حتى نكتبه على صفحة البرنامج، وأنا بقى أخش بحيث أن الشباب بيسألوا أولادي وأولاد إخواتي كويس، وبنبقى عايزين نتأكد من صحة الأحاديث. حاضر، ده السؤال التاني. السؤال التالت، بالنسبة للسؤال التالت، أن أنا ابني هيروح عمرة إن شاء الله كويس، وهو عنده بعد كده معرض ومش عايز يحلق رأسه وعايز يقصر. أيوة. فهل التقصير ده ليه جزاء أقل من حلق الرأس، وهل يكون التقصير بالموس او بالمقص؟ حاضر، في اسئله تانية حاجه نرمين؟ لا شكرا حضرتك، انا اثقل تعليق. لا ابدا ابدا، سعداء بكل هذه الاتصالات. استاذه امه الله من الجيزه. استاذه امه الله اهلا بيكي. ممكن نكلم فضيله الشيخ؟ فضلته مع حضرتك على الشاشه. لو سمحت، والله انا كان زوجي متوفي، وهو كان مريض من بقاله كتير بمرض الفصام، وما كانش بيصلي كتير قوي، فده اقدر اعمل ايه بالنسبه له بعد الوفاه؟ دي حاجة. وفي كمان بالنسبة لزيارة القبور، هل اللوحة اللي هي بتتحط على القبر الميت باسمه ده حرام ولا حلال؟ على الشاهد، يعني على شاهد القبر. أيوة. بالضبط. وفي كمان بالنسبة لبعد الوفاة، ما فيش صلة رحم بالنسبة للأهل الزوج خالص،
يعني بعد ما الجنازة ما شفتش أي حد منهم خالص لغاية الآن. ما زاروكيش خالص يا فندم؟ خالص، ولا حتى بالتليفون، ما فيش حتى صلة رحم. وفي أولاد حضرتك؟ أنا زوجة وقاعدة لوحدي هنا في البلد وهم كلهم قاعدين معايا. في أولاد؟ وفي أولاد معايا، لكن ما فيش حد من أهل زوجي حد بالتليفون حتى اتصل بي، مع أن زوجي يعني كلهم يعني بيشهدوا بكلمة الأخلاق والطيبة وكل حاجة، ومع أنهم هم واخدين ورثه كمان، يعني هو مات وهم واخدين كل حاجة بتاعته ومحدش اتكلم ولا أنا اتكلمت، ومع ذلك ما فيش تليفون بيتصلوا بيا يسألوا عني ولا على أولادي. أتمنى يسمعوا فضيلة الدكتور مجدي عاشور في رده على هذه المسألة، وبشكرك شكرا جزيلا. ومعايا الأستاذة أمة الله من الغربية. أستاذة أمة الله أهلا بيكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. أستاذ حسن، سلامنا للدكتور مجدي وجزاك الله كل خير يا رب كده ويخليكم لينا. فضيلته مع حضرتك على الشاشة. عايزة بالنسبة لأن الدكتور مجدي المدير الفني للقناة، فأنا عايزة رجاء منه في بعض الأخوات بيتصلوا اتصالات ما ينفعش إنها تبقى على الهواء، اللي عايزة اتصال او لها مشكلة بتخدش الحياة، لان طبعا البرنامج بتاعكو ده اولادنا واحفادنا بيقعدوا يتفرجوا عليه نسمع كل حاجة، فما ينفعش الاخوات دول على الشاشة كده يعني يقولوا حاجات تخدش الحياة. الواحد بينكسف من الحاجات دي، احنا ناس مسلمين وشرقيين ولينا عاداتنا المحترمة، اي واحدة لها مشكلة مش هي يبقى تتصل بالشيخ، ما بينها تاخد نمرة الشيخ وتتصل بيه، فما ينفعش. درجة في لي بعض الأسئلة. تفضلي فندم. أولا أنا والدتي رحمة الله عليها دي بقى يعني أعز حاجة ليا، فأنا عايزة أعمل لها أحسن صدقة، فأنا مش عايزة مثلا المصاحف طبعا مالية المساجد، الكولدرات بتاع المياه برضو مالية المساجد فأنا برضو يعني التبرر المستشفيات والحاجة، عايزة يعني صدقة يعني أحس بإني يعني الأمي توصل لأمي. حاضر الله. حاضر يا فندم. نمرة اتنين ليا بعض الأسئلة لسه. قراءة سورة الكافي مثلا، في واحدة صديقة مثلا بتتعلم فبخليها تقرأها كل جمعة، يعني الجمعة يوم الجمعة يعني، وأنا يعني بستمع ليها بس أنا بحس أنني لازم أقرأها معاها، يعني نقرأ مثلا هي صفحة وأنا صفحة ولا يكون إيه؟ حاضر. وتالت حاجة يعني عاملين شبه مقرأة أنتوا الاثنين مع بعض يعني. أيوة. طيب وتالت حاجة، سمعت بعض الشيوخ بيقول أن بالنسبة للوضوء أن إحنا مسح ربع الرأس، وسمعت الشيوخ تانين بيقولوا ده يكفي شعريتين اتنين بس. هنشوف كل الاحوال، نشوف كل الاحوال مع فضيلة الشيخ. هيكون رايح جاي بقى ولا ايه؟ حاضر يعني. مع فضيلة الدكتور مجدي ان شاء الله. في اسئلة تانية يا استاذة اما؟ عموما اهلا بيكي في كل اتصالاتك التليفونية. الاستاذة ليلى من سوهاج. استاذة ليلى اهلا بيكي. السلام عليكم يا استاذ حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي فندم. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ مجدي. اهلا وسهلا بيك. وعليكم السلام وبركاته. طبعا حضرتك عارفني يا استاذ حسن، انا اتكلمت امبارح وعندي نفس المشكله، وبتكلم تاني توصيلا لنفس المشكله وهي مشكله والدتي اللي ما بتنتهيش. انا والدتي بحاول ابرها طول الوقت، وبحاول مرضى لله سبحانه وتعالى ابرها. انا كنت اتكلمت في البرنامج قبل كده وقلت ان اختي المطلقه كانت عندها مشكله مع طليقها، وكانت عايزه جوزي يتدخل في الموضوع، لان اهل طليق اختي عايشين بره مصر، وجوزي اتدخل في الموضوع وما لقالهوش حد في مصر غير عمه، واخد عليه وصل امانه لان طليق اختي ما بيصرفش عليه علشان يصرف على الولد. أيوة. وبعدين عاد لرشده وقال وخد عليه الوصل ده، خد عليه رد من البنك، وبعدين قال لي انا بعمل كده في حد ما اذنيش في حاجه، وارتجع عن الموضوع ووقف ان هو ياخد ضده اي اجراء قانوني. طب السؤال يا فندم بقى، يعني المشكله يعني ممكن حضرتك يعني تطرحي السؤال من اي جانب عشان نقدر نحط المشكله. حضرتك ان انا والدتي دلوقتي بتحاسبني على ان المشكله عندنا مولانا وعارفها كويس قوي. معايا اتصال اخر من القاهره، الاستاذه منى من القاهره. استاذه منى اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا أستاذ حسن، يعني أنا عندي اقتراح لو كان ممكن هو يتنفذ.
اتفضلي. الله يخليك. الشيوخ الافاضل اللي بيبقوا موجودين في البرامج اللي هي على قناه الناس, يا ريت يبقى في تنويه كده تحت زي كده التتر اللي بيبقى شغال, يبقى مثلا الشيخ فلان مثلا دكتور محمد مهنا ليه ندوات للقاءات اسبوعيه في المكان الفلاني الساعه الفلانيه, يعني الناس تتواصل معاهم. زي مثلا دكتور مجدي دلوقتي ما بيقول ان هو احنا عايزين نحس على الاخلاق والناس تتبع القيم ديت, فده هيبقى ان احنا نلتقي بالعلماء النوعيه دي, يعني اي تريصر. جميل. لقاء مشاهده يعني لقاء مشاهده. حاضر حاضر. او تليفون او موقع على النت, يعني حاجات كده. بشكرك شكرا جزيلا يا سمونة. عندك اسئله؟ بشكرك شكرا جزيلا فضيلة مولانا. سنخرج إلى فصل قصير ونعود لنجيب على هذه التساؤلات ونتلقى اتصالات أخرى. أهلا بكم دائما معنا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فضيله مولانا فضيله الدكتور مجدي عاشور, اسمح لنا نلتقي او نتلقى كثير من اتصالات تليفونيه ونجيب على ما لدينا. معايا ام يوسف على التليفون دلوقتي. ام يوسف اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس عايز اعرف رأي الشرع في ادوين المخدرات اللي تندرج تحت اسم المخدرات, لان حضرتك عارف كل الاطباء دلوقتي مستعينين بالطب الغربي طبعا, وعايز السند الاحاديث والسند الاحاديث والقران الكريم في ذلك. الادويه المجدوله يعني احنا دايما نقول ادويه الجداول يعني. بشكرك شكرا جزيلا يا ام يوسف. مولانا اسمح لنا, الحاجه نرمين كان ليها كذا سؤال. السؤال الاول حول حكم المواريث بخصوص الرجل والاب والام الذين تركوا بنات. نعم. ولهم اخوه ذكور واناث. طيب اذا ترك المتوفى او المتوفى بنات, عدد من البنات أكثر من واحدة, اثنين فأكثر, وإخوة وأخوات, البنات بياخدوا يأخذوا الثلثين فرضا, والإخوة والأخوات بيأخذوا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الراجل هياخد قد الست مرتين من الإخوات بعد ما نخرج التلتين بتوع البنات. الموقع عن صحة الأحاديث وضعيفها ده طلب طبعا, وده ممكن حضرتك نعمل كده ان شاء الله. هنحاول نعمل سواء هل نقدر نعمل كده حتى على موقع الفيسبوك لقناة الناس, ممكن نعمل الخدمة دي او اي حتة تانية, وهنبلغ حضرتك احنا عملنا فين. وده طلب مهم خاصة مش الاحاديث الضعيفة, الاحاديث الموضوعة. أيوة. يعني التي لا اصل لها او المنقرة او التي هي موضوعة بنسميها اي لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاحنا نعمل كده ان شاء الله. معايا الاستاذه ايمان من القاهره. يا استاذه ايمان اهلا بيكي. اهلا بيكي استاذ حسن. اهلا يا فندم اتفضلي. معلش انا كل شويه بنتقل بحضرتك. معلش. لا اهلا بيكي يا فندم. اهلا بكل اتصالات. انا عندي سؤالين. اتفضلي. اخويا الكبير طبعا فيها جامد جدا, بمعنى انا شقلي فيها ديت بالقانون القديم وباسم حمايه, فهو عايز يبيعها لصاحب العماره علشان ياخد مني الفلوس, الله اعلم هيبعد كده هيوديني فين. السؤال الثاني, انا من طلع زكى المال, فأختي تعبانة عنده, فأنا عاملة بالعند, أنا مش هنديها حاجة عشان هما طبعا ينفيا, وعندي قطط من ربيها, أنا فعلا هنطلع زكى المال بما يرضى عليا ربنا. هل يجوز اللي أنا أتبرع للقطط, بس مش هنأكل من الحاجات اللي أنا الأكل اللي ما نجيبه لهم مش هنأكل منه, اللي أنا هنتبرع مثلا بمبلغ بسيط كده لهم نجيب لهم أكل بدل ما ياخدوا من مصروف البيت وبيأثر عليا لحد آخر الشهر, هل يجوز أم لا يجوز؟ وشكرا لكم. معلش معلش يعني استاذه ايمان, في بس حتى عايزين تبقى واضحه بس بالنسبه لنا, هي هتتبرعي لايه والمين؟ يعني هي زكاه ولا تبرع حضرتك؟ لا لا ده زكاه المال. زكاه مال لاخت حضرتك ولا بتقولي لايه؟ لا ما خلاص دي مش هنديها عشان هم طمعانين فيا اصلا. طيب هتدي للقطط؟ هتطلع لناس غلابه كتير. ناس غلابه حضرتك ولا القطط؟ انا عندي قطط مربياهم. هنطلع لهم من زكاه المال؟ لا ما انا منجيب لهم انا من مصروف البيت بتاعي, فبيأثر عليا لحد اخر الشهر, هل يجوز اللي انا ناخد مثلا مبلغ بسيط كده نجيب لهم اكل بيه ان هم من زكاه المال؟
هل يجوز ام لا يجوز للقطط؟ للقطط. طيب وحضرتك الله يكرمك انا بس عايزه طيب بس تحديد. السؤال الاولاني حضرتك الشقه الايجار انت قاعده مع اخوكي حضرتك؟ لا هو اخويا في محافظه وانا في محافظه. ده شقتها هي ده شقه حضرتك ولا شقته؟ وبتاعت حمايه وفيها مشاكل ورافع وصاحبه البيت رافع عليا قضيه فمنحط فلوسها في المحكمه يعني بص موال. فهو عايز بيقول لي لا انا هنبيعها لصاحبه العماره وصاحبه العماره حماتي قالت لي انا مش هنبيعها لان ديت حتى لو مشيتي منها مش هبيعها هنقفلها بالدبابه والمفتاح. هو عايز فلوس علشان يجوز ابنه في الشقه اللي هو هياخدها في اي محافظه ما. طيب. وبعد كده يطردني في الشارع ولا ايه مشكلته معايا انا محتار. طب هنسال الاستاذ حسن عارف السؤال ممكن يكون كويس. طيب ماشي يا فندم. اتصال تليفوني اخر. الو ايوه يا استاذه نهى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك يا استاذ حسن وتحياتي للدكتور مجدي. اهلا وسهلا يا استاذه. اهلا بيكي. في سؤال بس عايزه اقوله لحضرتك. اتفضلي. دلوقتي هل الانسان اللي هو لا يملك مال وحالته الماديه لا يستطيع ان يتصدق ممكن يتصدق باذكار الله وهل تتكتب له حسنات عند ربنا؟ لا يستطيع ان يتصدق. حاضر. ده سؤالي بس. في اسئله تانية يا فندم؟ لا جزاك الله كل خير. بشكرك شكرا جزيلا. مولانا اللي رايح عمره ابن حاجه نربين رايح عمره وعنده يعني اجتماع او مؤتمر بعد العمره فمش عايز يعني يحلق عايز يقصر فايه الافضل بالنسبه له؟ طيب احنا هنا بس في حته لازم ننبه عنها. اوعى نستحي من شكل يكون الشرع ندب اليه. احنا ممكن بنروح مع في الحج مع ناس قامات كبيره وبيحلقوا وبعضهم قال لي ده الحلاقة بتديني مصداقية أكثر عند الناس اللي أقل مني لأن بيشوف إن أنا حالق وإن أنا واخد منصب كبير وكده. إنما لو هو مش هيقدر يحلق أنا بقول بس عشان خاطر ما نقولش إن شكلنا مش حلو قدام الناس. إنما لو أنا ما عنديش رغبة إن أنا أحلق وأقصر أقصر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين بس مرة واحدة. فهنا المقصر له أجر نعم ولكن أقل من الذي يحلق. لمعاني كتير مش عاوزين نذكرها يعني مش وقتها الوقتي. المعاني ممكن تكون عشان خاطر أنت غلبت نفسك فحلقت شعرك وممكن تكون عشان خاطر كأن لما أزلت الشعر أزيلت الذنوب كلها بس في القصقصة أو التقصير أنت بتقصقص الذنوب بس مثلا يعني. وقالوا حكم كتير. المهم إن الذي يقصر شعره لا شيء عليه ويأخذ أجر إن شاء الله. يقصر بالموس أو يقصر بالمقص يقصر بالمقص بس ياخد من شعره كله يعني الحلاق ياخد من الشعر كله أصأصة من الشعر كله. الزوج المتوفى المريض بالفصام يا مولانا يعني ماذا أفعل في الصلاة؟ الزوجة زوجته بتسأل هل هصلي له الصلاة اللي كانت عليه؟ مريض بالفصام. بالفصام يعني إذا كان مريضا بالفصام والأطباء قالوا مثلا أنه يعني ذهنه مش حاضر. أيوة. بشخصيتين هنا لو الأطباء قالوا إن هو مش عقله مش حاضر يعني غير مكلف يبقى لم يكن عليه صلاة. ده الكلام ده لو كان كل وقته كده من أول ما اتجوزتيه حضرتك لحد ما توفي رحمه الله تعالى. أما لو كان في أول وقته كان كويس بعقله ما بيصليش وبعد كده حصل الفصام والفصام ده بيخليه عقله بيروح هو مش حاسس باللي بيحصل يبقى احنا الفترة الأخيرة اللي فيها فصام معلوش حاجة لأن هنا العقل مناط التكليف هو الأساس ومش موجود. الأولاني الفترة الأولانية ممكن بقى لا نقضي عنه مفيش قضاء عن الصلاة. الصلاة بالذات متعلقة بذمة كل أحد وإنما ممكن نعمل له حاجات كتير بقى. ممكن نعمل له صدقات ممكن نعمل له إن إحنا لو ما كانش بيصوم نصوم عنه ممكن نعمل له دعاء وده الدعاء أهم حاجة ما بيكلفش وده بيصل سريع بقى الدعاء أو ختمة قرآن وندعو الله عز وجل بعد الختمة أن يصل ثوابها إلى هذا المتوفى. بقولنا اسمح لي معالي الأستاذة مجدة من القاهرة. أستاذة مجدة أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. بص حضرتك انا عايزه استفسر عن انا ليا مبلغ من المال وحطاه في البنك في صوره شهادات وبيطلع لي عائد منه كل 3 شهور. انا عندي ظروف جوزي كان شغال بس اصيب بجلطه فاصبح ما فيش شغل وانا المتكفل يعني ربما يعني سأسأل حول هذا الموضوع من خلال يعني ممكن برضو حضرتك لو قدرتي معلش بعد إذن حضرتك تعاود الاتصال عشان أهمية السؤال. أهلا بيك يا فندم. نعم.
مولانا نرجع للسؤال الفصام زيارة القبور بالنسبة لها، بتسأل عن زيارة القبور، عايزة تزور القبر، تزور القبر. يعني المهم في زيارة القبور مش المهم زيارة القبور، المهم هعمل ايه عند القبور وخارجة ازاي. أيوة. هعمل ايه عند القبور؟ يعني ادعو واقرأ قرآن، خاصة سورة ياسين، ده كلام جميل. وسورة ياسين على روح الميت يعني اتصدق بثوابها على هذا الميت. المهم وانا راحة الواحدة زي كده ما بنروح الستات كلها الفضليات، محتشمة، ما فيش رغي للدنيا عند المقابل دي، مكان التعاظ والموعظة. وأيضا أروح إن أنا شكلي محتشم، وإن أنا لا أبكي بقى بكاء يسمع صوت ولا بتاع، إنما لو دموع نزلت وكلام من ده ما فيهاش أي حاجة. دلوقتي الشاهد القبور والكتابة اللي بتبقى مكتوبة على الشاهد القبر يا مولانا والآيات القرآنية، هل فيها حرمانية؟ لا ما فيش حرمانية ولا حاجة، لأن هنا القبور كثرت في مصر يعني، فعاوزين يعلموا القبر ده مين ولا مين، فبيعلموه عشان خاطر يروح يزوره أو يدعو له أو يعرف هذا القبر حتى لا يأخذه أحد، فهذا لا شيء فيه. وكتابة الآيات القرآنية، المهم نكتب الآيات القرآنية بطريقة نحفظ فيها حرمة وقداسة الآيات القرآنية، ما نكتبهاش تحت فيجي حد ماشي يروح مطربها ولا كلام من ده، نخلي نحاول نرفع لفوق ونكتب الآيات لو كتبناها. صلة الرحم يعني من ساعة ما الزوج توفي وأهله ما بيصلوش هذه الرحم أبدا، أو بيصلوش هذه السيدة هي وأولادها بالرغم أنهم خدوا في الميراث. يعني هم خدوا في الميراث، معلش هو بتقول كان بيعملهم معاملة صالحة، إن شاء الله المعاملة الصالحة دي أعدل زوج حضرتك رحمه الله تعالى وهياخد ثواب عليها. ولو عمامهم ما عملوش كده هتلاقي اللي هيصلهم من غير عمامهم نظر للعمل الصالح اللي عمله هذا الزوج، ولكن احنا عاوزين نسمع اعمامهم الكلام، معرفش هم سامعين ولا مش سامعين، ولكن انا بقول لكل عم او غيره يا ريت حتى لو بالتليفون، لو ولاد اخوك اليتامى والست اللي محتاجه وقاعده على اولادها، ما هو لازم انت تساعد مرات اخوك ان هي تقعد على اولادها، فتساعدها ازاي؟ ان انتوا اي مشكله انا معاكم تكلمهم بالتليفون، لو ما قدرتش تزورهم وممكن تصلهم ببعض الاشياء، يعني ان لم تصلهم بالمال وبالذهاب اليهم فليقم بالكلام في التليفون، وده اقل شيء وتؤجر عليه. يبقى اياك ثم اياك ان ينصفك احد او يعطيك من ماله ثم يكون بعد ذلك بينك وبينه صله رحم فتقطعها بمجرد موته، هذه ليس من باب الوفاء. باب الوفاء أن أصل الرحم الموجودة، حتى لو انتقل صلة الرحم الأصلية انتقلت إلى رحاب الله عز وجل، فأولاده موجودين، زوجته موجودة. وعاوز أقول لك أخوك اللي مات يحب أن أنت تكلم ولاده وتزورهم وتساعدهم، ويحب كمان أن أنت تواسي الست بتاعته. معنا الأستاذ خالد من الدقهلية مولانا على التليفون. أستاذ خالد أهلا بيك. الله يخليك يا بيه. تفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. والله لو سمحت توصل صوتي لأي متضرع مؤمن بالله، أنا كافي اليتيم ومعايا ولدين، والله العظيم علي 55,000 جنيه ومراتها تعمل عملية بعد بكرة، يا ريت توصل صوتي لو سمحت، والله ما معايا ولا جنيه وأول مرة أطلب طلب حاجة والله، وجزاكم الله خيرا. حضرتك ترجع الكنترول روم وتسيب تليفون سعادتك، ويعني صوتك مسموع سيدي الكريم، بشكرك شكرا جزيلا وكان الله في عونك دائما. مولانا اسمح لي ارجع لاسئلتنا والطلب او الرجاء من السيدة الكريمة اللي اتصلت، ونحن نعطي الفرصة لكل المتصلين ان يدخلوا على الهواء وان يدلوا باسئلتهم وتساؤلاتهم. وتساؤلات الحياة كثيرة ويعني ومتشابكة مع المعاملات اليومية، فما قولك مولانا؟ طيب انا اشكر السيدة امة الله من الغربية من هذا الاقتراح، وفي على فكرة كتير من الناس اتصلوا بي عشان هذا الامر، والحمد لله بنتصرف بعدة تصرفات. اولا بنقول عاوز اقول لك للاستاذة امة الله، ممكن اللي بتحكي دي على الشاشة مش ملهاش سكة تحكي فيها، او واثقة في اللي بتحكي له وعاوزة يريحها او يعطيها الحكم الشرعي، ولكن ده مش معناه ان احنا يعني نكشف الستر عن انفسنا امام العالمين، لان ملايين بتشاهد. لذلك انا ما يعني ممكن معايا وممكن اخواني برضو اللي بيفتوا عاده بنقصر الكلام في الموضوع ده، نقول لا طب قفلي وممكن تسيبي رقم تليفونك وممكن احنا نكلمك. فاحنا عده اجراءات هقول لحضرتك. على الاجراء الاول ان نذهب الى الشيخ في مكانه زي دار الافتاء او فروعها او لجان الفتوى بالازهر الشريف، نروح عشان نحكي للشيخ قدامي كده من وش للوش الوجه للوجه.
او احنا ان شاء الله نحاول في هذه القناة ان احنا نعمل خط خاص بحيث يكون المشكلات الخاصة يتحدث الناس فيها او يسألون فيها، وان شاء الله ده يكون قريب، يكون في رقم خاص عشان خاطر مثل هذه الامور وغيرها من المسائل التي ينبغي الا نفشيها لحاجتين. الحاجة الاولانية عشان احنا بشعب وامة ودين يحب الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني برضو عشان خاطر ما نعلمش الأولاد اللي قدام الشاشات وبيسمعوا بعض الكلمات وأنا عارف إن هي خارجة منها غصب عنها، فممكن بيتعلموا من هذه الكلمات أو هذه الأفعال التي تحكيها. فإحنا هنعمل كده إن شاء الله، يبقى إما دار الإفتاء المصرية وفروعها أو لجان فتوى بالأزهر، يا إما حضرتك إن إحنا إن شاء الله هنخصص خط، وإلى أن نخصص خط عشان نسأل هذه الأسئلة ممكن حضرتك أي واحدة عاوزة تسأل سؤال وتحس إن هو هيخدش حياتها أو سيسيء إلى الآخرين تسيب رقم تليفونها وإحنا نتصل بها إن شاء الله. ممكن فضيلتكم يعني تعلمنا من علمانا الكرام أشياء جميلة كتير، حتى لما حد بيتصل وفضيلتك بتسمعه بيقول مبالغ، تقول له لا ما تقولش المبالغ، قول بس أنا عندي تجاوز أو جه نصاب الزكاة وإحنا نقول لك آه ولا لا، أو يقول في المسألة دي كمان في المسألة أنا بخاف عليه من الناحية الأمنية عشان ما حدش يسمع إن عنده فلوس ولا بتاع ويكون متربص بيه. فواحد بيسألني، هي اللي بيسأل يقول واحد بيسألني إن عنده مبلغ كذا يطلع إزاي، ومعلش هو بيسألني على أساس إن تبعد عن نفسك إن أنت عندك فلوس، مش عايزين نقول لأن الحرامية ممكن يعني اللي موجودين ربنا يعفو عنا وعنهم يا رب ويتوب علينا وعليهم. مولانا معايا الأستاذ محمد من النوفية. يا استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم يا مولانا دكتور مجدي. وعليكم السلام وبركاته يا فندم. انا كنت عايز اسال سؤال والله عامل لي مشكله. اتفضل. هل ممكن الفتوى تتغير 180 درجه بمرور الوقت؟ بمعنى ممكن سعادتك توطي التلفزيون في البيت عشان تسمع الصوت من غير صدى؟ هل ممكن الفتوى تتغير 180 درجة بمرور الوقت؟ طيب بمعنى ايوه الفتوى هل هي ممكن تتغير 180 درجة بمرور الوقت؟ بمعنى كان في زمان عندنا من حوالي 20 سنة عالم جليل اسمه الشيخ حسن ايوب، هذا العالم كان في هذا الوقت عضو في لجنة الفتوى بالأزهر. كنا لما بنيجي نسأله عن الفلوس لما بتيجي توضع في البنك كان ينتفض ويغضب ويصور ويقول هي ربا. حتى لدرجة ان انا جيت في مرة قلت له ده الدكتور سيد طنطاوي اللي هو المفتي حلها، قال لي يا ابني باللفظ كده الله يرحمه، قال لي يا ابني ما تاخدش فتوى من موظف في الدولة. النهاردة بعد مرور هذا الوقت، على فكرة انا يعني انا بحرص دايما على ان انا ما ادخلش بيتي مليم حرام، كان معايا مبلغ في هذا الوقت لما خفت من الفتوى فروحت اديتهم لواحد يشغلهم لي وضعوا عليا. يعني انا انضريت بسبب ان الفتوى يعني عشان انا بحرص على ان انا ما ادخلش حرام وما لقيتش باب حلال، رحت وقعت في من تمام. خد هذا المال وضيعوا عليا. تمام يا استاذ محمد. النهارده بسمع من الدكتور علي جمعه باللفظ كده قال لي ده الفتوى دي يا ابني البنوك حلال والفتوى دي عفى عليها الزمن. أيوة. حتى سمعتها من الدكتور مجدي نفسه ان الوديعة في البنك حلال 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 حلال. طب ازاي من 20 سنة كانت حرام بنسبة 100% والنهاردة حلال بنسبة 100%؟ حاضر، بشكرك يا استاذ محمد. لا، ويعني هنسمع جواب ضافي ان شاء الله وشافي من الدكتور مجدي لما يجي وقت السؤال. بشكرك شكرا جزيلا. مولانا معايا الاستاذة فايزة على التليفون. استاذة فايزة اهلا بيكي. استاذة فايزة يبدو الاتصال انقطع. ام هاني اهلا بيكي. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي لو سمحت. انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب يعني، بس الصلاه بتاعي بكل هو الله احد وكل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس والفاتحه طبعا. والفاتحه ايوه هم ده صلاتي، كل الصلاه بتاعي كله ده. قال صلاتي مقبوله كده ان شاء الله. شكرا. معايا اتصال تاني. ام سلمى نحن ننتظر معاودة اتصال مرة أخرى. سنخرج إلى هذا الفصل القصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا دائما.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فضيله مولانا اجدد ترحيب بفضيلتك في الحلقه، واجدد ترحيب بالساده المشاهدين. معالي الاستاذ جمال من القاهره. استاذ جمال اهلا بيك. الو فندم. يا استاذ جمال سامعينك، اتفضل. نوطي خالص. اتفضل يا فندم. انا ليا طلبات بس، ماليش سؤال. طلبي من الدكتور مجدي بعد اذن حضرتك، اتفضل، ان هو يوم الاربعاء يا فندم بلاش دخول مكالمات فتاوي، بلاش بكل للفتاوى. حضرتك احنا بنتمتع بالدرس بتاع حضرتك، فلو سمحت يتلغي الكلام في التليفون يوميها. احنا حضرتك يا دوبك بتتكلم دقيقتين ثلاثه اربعه ويدخل التليفون. ده بجدد حياتك. احنا في اسبوع بجدد حياتك. ايوه. وفي اسبوع كامل يا فندم في فتاوي. حاضر. بعد اذنك يا دكتور لو سمحت نمنع الموضوع ده، لان احنا بنستنى عشان نتعلم. ادي واحد. رقم اثنين يا فندم، بعد اذنك عايزين حلقات عن الفقه يا فندم، بتاع السنه، فقه السنه بالنسبه للائمه الاربعه والائمه المعتمدين. يجيبوا لنا الفرق بين الايه الفقه اللي موجود بين المسائل كلها. انا طبعا عارف ان حضرتك تبع الامام الشافعي، سيدنا وامامنا وسيدنا وحبيبنا الدكتور السادة الشافعية. الشافعي. فاحنا عايزين برضك الائمه الثانيه يا فندم علشان نتعلم منهم كل حاجه. رقم ثلاثة يا فندم، بعد اذن سعادتك عايزين شرح ابن كثير للسيره، يعني تعمل لنا حلقات لشرح ابن كثير للسيره. حاضر. علشان الناس تتعلم ونعرف سيره النبي عليه الصلاه والسلام. طلباتك رائعه فضيله استاذ جمال، بشكرك شكرا جزيلا. واهلا بكل هذه الطلبات. معايا ام احمد من القاهره. ام احمد اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت عايز اسال الدكتور مجدي، انا يعني تعبانه وقاعده في السرير من فضل الله عليا، يعني شفاك الله وعافاك يا سيدتي. الله يخليك. فانا ساعات الفرض يسيبني ما بلاقيش حد يوديني. يعني لو مسحت حته طاهره ومسحت على الاعضاء كده او مناديل، هل يجوز ليا كده الوضوء؟ حاضر يا ستي. في استفسار يا مولانا؟ لا لا لا، بشكرك شكرا جزيلا. مولانا نعاود التواصل مع الاسئله من بدئها. عندنا اللي عايزه اعمل الحجه، اما عايزه تعمل صدقه لوالدتها، يعني ما حصلتش. هي عاوزه تعمل صدقه جاريه لوالدتها التي توفيت رحمه الله تعالى. اهم حاجه قبل الصدقه ان انت تدعي لها، ده اهم شيء. الصدقه بقى احنا قلنا الصدقه الجاريه لما تكون مستمره وتكون لناس محتاجه، دي تبقى اجمل صدقه. فعشان كده بنقول احنا في اهالينا في الصعيد وبرضو بعض قرى الوجه بحري، في ناس لحد دلوقتي في الشتاء اللي عمال ينزل في الايام اللي فاتت القارصه البرد دي، ما عندهمش سقف، عندهم سقف خوص، والسقف ممكن بيكلف 1000 جنيه ولا 2000 جنيه. فممكن نخرج هذه الصدقه الجاريه لهذا السقف، يبقى انت هتستر ناس نايمه وهتدفيها وهتكون سبب ان هم ينكنوا في هذا البيت. او ادخال ماسوره ميه او شيء حتى لو كهرباء، بس كل ده بطرق رسميه لهذا البيت الذي يجي المغرب ما عندهمش كهرباء، ما بيشوفوش، عندهم اولاد عاوزين يذاكروا، عاوزين يقعدوا، عاوزين يبقى. والميه اهم كمان، ماسوره ميه، وده بيكلفش عن طريق الجهات الحكوميه، عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، المهم جهه موثوقه تعملي كده عشان خاطر كل ما يتدفوا من البرد او كل ما يستخدموا الميه للشرب او للوضوء او لغيره، الثواب يروح لوالدتك ان شاء الله تعالى. بيعملوا مقراءه كده كل جمعه، تقرا هي وسيده كريمه القران سوره الكهف، فكل واحد يقرا صفحه ولا يقروها ازاي مع بعض؟ لا ماشي، كل واحد يقرا صفحه، دي جميله جدا. وعلى فكره كنا هنتكلم في السكريبت، سوره الكهف بيقولوا الله. طب احنا عاوزين الدعاء ساعه الاجابه يوم الجمعه. قال لك ساعه الاجابه يوم الجمعه مختلف فيها، هي هي ساعه الصلاه ولا الساعه الاخيره من العصر ولا الوقت ده كله؟ قال لك عاوزين الناس تقسم نفسها، فواحد يقرا سوره الكهف او يدعي في وفي الخطبه طبعا العمليه فيها دعاء وذكر، بعد الخطبه يعمل بحيث ويدعي لنفسه ويدعي لغيره. ليه؟ يبقى كله هيجي للدعاء. في هذا الامر حضرتك اللي بتسالي عنه ممكن تقراي انت صفحه وهي صفحه ما فيهاش مشكله، بس ليه ما نقراش كل واحد سوره الكهف لوحده احسن؟ لان سوره الكهف دي مش القران كله، احنا بنعمل كده لما يكون هنختم القران والعدد قليل، انما لما يكون لوحدك حضرتك عشان تاخدي ثواب اكثر انت تختمي سوره الكهف لوحدك وهي تختم سوره الكهف لوحديها، واعملوا كده انتوا الاثنين بقى لما تعملوا ختمه للقران كله، انت صفحه وهي صفحه، كل يوم تقراوا جزء ولا حاجه وبعدين تختموا القران بهذه الطريقه. مسح ربع الراس، كل الراس في الوضوء. مسح ربع الراس ده على مذهب الساده الاحناف، ان يعني انت
هتيجي تمسح بتلزق كده وتيجي تمسح، قالوا ايه؟ قالوا ايدك الحته دي كده هتاخد ربع الراس. الساده الاحناف، الساده الشافعيه قالوا ان هنا في وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا للتبعيض، والتبعيض تطلق حتى لو على شعرتين، يبقى الشعرتين بيطلق عليهم بعض. فقال طالما ان الباء للتبعيض يعني ببعض رؤوسكم والبعض يطلق ولو على شعرتين، يبقى لو لمسنا شعرتين نعمل. بس خلي بال حضرتك وده جائز، هي بتقول نقبل يعني بيها وندبر، نيجي نروح لورا وبعدين نيجي قدام. خلي بال حضرتك ان المذاهب مجتمع كلها هيحققوا سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا السنه ان الواحد يمسح على شعره كده ويرجع لورا وبعدين يجيبها لقدام كده. ما ينفعش اعمل ربع الراس كما مذهب امام حنيفه، انا في مكان مزنوق وطالع لي بس كده او ست، فتعمل كام شعرايه كده، بلاش شعرتين بالظبط يعني، كام شعرايه كده وتعملهم. وكل ده قال به الائمه الاعلام من اصحاب المذاهب المعتبره، ولكن اللي ورد من الاحاديث وكلهم متبعين للحديث ان انت اذا استطعت ان تمسح على راسك كله او راسك كله فافعل ذلك، والا تمسح ربع الراس او تمسح بعض الراس ولو كان شعرتين. استاذه ليلى بتتصل بينا كذا مره عشان المشكله ان والدتها يعني بتقول لها لازم تسيبي جوزك، ولكن هي بتقول انا جوزي شايفاه كويس وزي الفل ويعني وحياتي معاه كويسه جدا، وفي مشاكل والدتي مش عايزه ترضى عن حياتي، مش عارفه اعمل ايه. ده جزء من المشكله. قالت على جزء تاني النهارده، بس خلينا في الجزء الاساسي اللي هي العلاقه. الجزء الاساسي هي بتتكلم عن علاقتها بوالدتها. انا مش متصور ان واحده تكون عايشه كويس مع زوجها وهي بتقول كويس ووالدتها بتقول لا تطلقي منه، ده احنا عاوزين نجوز الناس هنطلق الناس، ينفع الكلام ده؟ فانا بقول للسيده الام الكريمه يعني ما ينفعش ان احنا كده، طالما هي اهم حاجه عند الست ايه؟ ان بنتها تكون متجوزه ومرتاحه، وهي بتقول لها يا ماما انا مرتاحه مع زوجي، يبقى ازاي اطلب منها ان تطلق من هذا الرجل؟ وبعدين في نفس الوقت اقول للسيده ليلى مع كل ده اطع اباك وبر والديك ولو ظلماك ولو ظلماك ولو ظلماك. الاب او الام مهما يظلموا فيك مالكش سكه الا واحده بس، انت تطيعهم يعني زي ما القران قال لنا بنصه وبظاهره ان انت وصاحبهما في الدنيا معروفا، ده للمشركين ما بالك للمسلمين. فانت اعملي كل جهدك وما تزعليش امك وافضلي مع جوزك. فيما تبقى من دقائق معدوده مولانا في الحلقه، ام يوسف والادويه المجدوله اللي هل فيها مخدرات بيكتبوها لنا، فيها مخدرات؟ لا فيها مخدرات ما فيهاش حاجه، المهم عن طريق الطبيب، دي مش مخدرات، هي ممكن تحولات وممكن يكون فيها بعض المخدرات، وده ممكن يكون كلام غير حقيقي ولكنه استحال الى ماده اخرى، طالما ان الطبيب اللي يكتب يبقى خلاص. الاستاذه ايمان بتقول اخويا طبعا فيها شقه ايجار قديم وهي بتاع جوزها واخدها يعني عن ابوه، هي ايجار مش ملكها، واخوها عايز اخوها عايزها تبيع الشقه، وهيجبرها ان هي تبيع الشقه؟ ايه سلطته وتملكه لهذه الشقه؟ الطمع. طالما لا الطمع لا ما يصلحش، وفي نفس الوقت نقول له اتقي الله، وهي هو عنده مستند يبيع الشقه؟ ما عندوش، ده المستند لزوجها او ليها هي، فهو ما يبيعش كده الا بتصرف الورثه الحقيقيين او العقد المستمر لصاحب هذه الشقه. الذكاء للجزء من القطط وغيره، اولا اقول لحضرتك لو اختك محتاجه وانت حاسه المهم ان هي محتاجه نديها هي اولى. الذكاء، الذكاء للقطط لا ما ينفعش الزكاة للقطط، لان في ناس محتاجة الزكاة. انت تطعمي القطط حضرتك من الصدقات والتبرعات او من الاشياء التي عندك، وممكن تعملي مال وقف صغير تأكله من القطط. التصدق باسقار الله، ممكن التصدق بنقول باسقار الله لحد ميت او لحد ثواب هذه الاسقار، ممكن جائز. مبلغ من المال وزوجها اصيب برضه عندها شهادات الاستاذة ماجدة، يبقى احنا نقول لها لو بالفعل كده وهو ما فيش وانت بتصرفي من هذا بتطلعي، لو بلغ النصاب وحال عليه الحول بتطلعي 10% من الارباح وليس من راس المال كل ما تاخدي الارباح. الاستاذ محمد من نوفية، الفتوى تتغير 180 درجة؟ الفتوى ممكن تتغير 180 درجة، بس اللي حضرتك قلته ده اولا في حاجتين، ما نسمعش كلام يقول لك اصل اللي شغال في الحكومة لو هو في لجنة الفتوى، لو كان في لجنة الفتوى هو شغال في الحكومة. الفتوى تتغير ليه؟ اللي مش تغير الواقع، ده مسألة البنوك تغير التصوير المسألة، هو كان فاهمها تصوير المسألة خطأ أيامه، لما جم قعدنا مع أهل البنوك وأهل الأموال وأهل الاختصاص الاقتصاديين بينوا المسألة أكثر، فما تغيرتش الفتوى، هو كان يفتي على ما تصوره في ذهنه المفتي، لأن الفتوى بتمر بالتصوير والتكييف والحكم وإنزال الحكم. إحنا بقى صورنا المسألة بعد كده إن هي مش قرض، ومن ثم لا تكون فيها شبهة، والمال جائز جائز، فافعل هذا إن شاء الله. بقراش إلا
بالفتحة وال... ده جميل جدا. أنا أعرف ناس ما بيقرأوش إلا بالفتحة، أعظم سورة في القرآن، وبيقول هو الله أحد اللي هي تلت القرآن وبالمعوذتين، يعني فيها تعويذ وفيها قراءة قرآن. فاستمري على كده وصلاتك مقبولة إن شاء الله إلى أكثر مدى، وممكن يكون مقبولة أكثر من كتير حافظين كتاب الله عز وجل. طلبات الأستاذ جمال. طلبات الأستاذ جمال إن شاء الله نحقق الطلبات. إحنا يا أستاذ جمال يعني في جدة حياتك بيجي لنا أسئلة، نعمل إيه طيب الناس؟ يعني مش عاوزين نقول لحد لا، وممكن نحيله على الفتاوى، والفتاوى متقضيش، لأن بيجي لنا يقول لنا خلي الفتاوى بدل ما وساعة يبقى ساعة ونص. إن شاء الله إحنا في برنامج جديد هنعمله، هنحول التليفونات عليه بإذن الله، وربنا يسهل. وأنا أشكرك على هذه المتابعة الجيدة لقناة الناس. حلقات عن فقه السنة والأربعة المعتمدين هنعمل كده بس واحدة واحدة، لأن جمهور المستمعين ممكن فيهم كتير ما يعرفوش حكاية الفقه المقارن ده، وإحنا عاوزين نفيد الناس، ومن ثم هذا في الاعتبار، وهيكون إن شاء الله بس هيكون في مرحلة معينة. شرح ابن كثير للسيرة هذا في الاعتبار إن شاء الله، ونحاول نشرح ابن كثير أو غيره، المهم يكون كتاب في السيرة وموثق زي ما حضرتك عاوز كده. سؤالنا الأخير. سؤالنا الأخير. أتوضى ويمكن ما بلاقيش حد يخلي يساعدني في الوضوء. تتيمم. اللي ما تقدرش تتوضا مش هنمسح، نجيب حته ونمسح ونعمل، لا نتيمم احسن، ويكون جنبينا حاجه كده ناشفه ونعمل ضربه كده ونمسح وشنا، وضربه تانية نمسح ايدينا اليمين وايدينا الشمال، يبقى التيمم احسن. وبقول لكل الناس الجيران اللي مع هذه الست المباركه، حاولوا ان انتوا تدخل لها عند كل وقت وتساعدوها، مش بس ابنائهم اللي ساعدوها، لا كل الناس ساعدها. وليتني كنت بجانبك والا ساعدتك، وانا اعرف ان اهل الخير كثيرون. فضيلة الدكتور مجدي عاشور مستشار علمي لفضيلة المفتي، شكر الله لك، ونلتقي دائما على هذا الخير. أحسن الله إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.